انك تسوي لعبه في انريل انجن بيكون حجمه كبير، اما انك تسوي لعبه في محرك يونيتي فحيكون حجمه متوسط، اما اذا سويت لعبه في محرك جودوت فبيكون حجمه صغير. لكن اليوم بنزل لاكثر من كذا، وبحاول اني اسوي كل جوانب الالعاب من رسم واصوات وكتابه اكواد في احد اصغر محركات الالعاب في العالم، محرك بيكو اي. بعد فترة طويلة في الشغل على لعبة ثقيلة شوية وجايها مقطع قادم إن شاء الله، حبيت إني أخرج عن المألوف شوية وأجرب شيء مختلف، وتذكرت محرك ألعاب صغنون شفته وسمعت عنه لكن سحبت عليه، محرك بيكو 8. محرك صغير ولطيف وجميل، فيه كل شيء تحتاجه عشان تسوي لعبة بسيطة. تبغى ترسم للعبتك تقدر، تبغى تصنع أصوات تقدر، تبغى تصنع موسيقى تقدر، تبغى تكتب الأكواد برضو تقدر، كل شيء موجود في هذا المربع الصغير المحشور. إنه محشور له فوائد وله أضرار فبنتكلم عنها خلال المقطع، وعشان كذا كان لازم أجربه وأغير جو شوية. رحت أبغى أحمل المحرك من موقعهم ولكن اكتشفت إنه بفلوس، $15. أنا من فين لكن ذكرت إني شفت خويي فاتمان قبل فترة اشتراه وكان يستخدمه. ايش تتوقع بدل نفسي عنده عشان اخذه يعني مثلا؟ لا يا حبيبي انا عندي فلوسي وبروح اشتري. يا اخي تكفى يا اخي، يا اخي تكفى عشان المحتوى يا اخي ارحمه. كل شيء من اجل صناعه المحتوى. دخلت على اليوتيوب وشفت بعض الشروحات عن المحرك وتعلمت كيف استخدمه في البدايه، والصراحه المحرك من النظره الاولى كان ممتاز جدا، والحلو فيه انهم مسهلين استكشاف الالعاب اللي تسوت من قبل على المحرك. طيب يا اخوان، زي ما قلت لكم انه في شيء جدا رهيب في بيكو 8، واللي هو انك تقدر تشوف مشاريع الناس الثانيه وتدخل جوتها وتتفرج عليها. فاذا دخلت على بيكو 8 وكتبت اس وضغط انتر هتقدر تحرك بالازرار يمين يسار، وزي ما انت شايفين في السيرش هنا تقدر تشوف هنا افضل الالعاب اللي نشر في بيكو 8 وتجربها وتلعبها. فخلونا ندخل ونجرب لعبه مع بعض. زي ما انت شايفين عندكم هذه اللعبه ستيج 1 جنجل، والعب وشوفوا كيف يا اخوان، ترى ابدا مو شيء بسيط هذا. بيو 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 بيو. بوي. وطبعا اذا رحت على المشروع وضغط زر اسكيب زي ما انتم شايفين، ضغط اسكيب مره ثانيه كذا يكون انت دخلت على نفس المشروع او البروجكت حق اللعبه. تقدر تشوف كل الاكواد الموجوده وتتعلم منها، وبرضه تقدر تشوف الرسومات، فهذا شيء جدا رهيب في بيكو 8 وعجبني وساعدني مره كثير. لكن في اشياء كثيره استغربت منها في هذا المحرك. ليش كل الحروف كبيره؟ وليش لما اكتب بالحروف الكبيره في الانجليزي او اضغط شيفت تطلع لي الحروف الاغريقيه هذه؟ وليش حجم المحرك اصغر مما توقعت؟ وليش لازم في لغة لوا بعد كل فانكشن او دالة اكتب اند؟ يا اخي ليه؟ وطبعا زي ما ذكرت المحرك يستخدم لغة لوا زي محرك روبلوكس ستوديو. جاتني فكرة لعبة بسيطة وحبيت اني اجرب اسويها عشان اتعود اكثر على المحرك، واللي هي انه شخصيتك بتكون موجودة في النص والاعداء بيجوك من الاربع الاتجاهات، فوق وتحت ويمين ويسار. فكرة بسيطة وحلوة صح؟ ماني حابب احرق عليك لكن لا. رسمت اللاعب وخليته يتحرك في الاربع الاتجاهات المختلفة عن طريق الاسهم، وطريقة الرسم في البرنامج بسيطة جدا وما هي معقدة. عندك فقط 16 لون وادوات بسيطة جدا، وحسيت انها اعطتني حد عشان ما اكبر حجم اللعبة واعقد نفسي، وكالعادة ما اخلصها في النهاية. كنت ابغى اللاعب يطلق في الاربع الاتجاهات هذه عشان يقتل الاعداء اذا جو، لكن للاسف صارت مشاكل كثير وما عرفت احلها بسبب انعدام مستواي في المحرك هذا، فقررت اني اسوي شيء ابسط واكمله وانزله لكم، وفي المستقبل اذا عجبكم المقطع اسوي لعبة احسن. فاضغط على زر اللايك واشترك في القناة عشان اعرف انه الفكرة عجبتك. الفكرة الجديدة ببساطة 6 مراحل فيها 6 مفاتيح، بتحتاج انك تعدي من البداية الى النهاية بدون ما تموت وتجمع المفاتيح الستة، وإذا وصلت للنهاية وأنت عندك المفاتيح الستة كاملة تقدر تفتح صندوق الكنز اللي موجود في النهاية، وطبعاً إذا موت بترجع من البداية. اشتغلت على تحكم اللاعب وعلى الرسومات وعلى بعض الأصوات الخفيفة، وبرمجت انفنتوري سيستم أو مخزن يوريك عدد المفاتيح اللي عندك، واللي هو صندوق مكتوب فيه عدد المفاتيح يظهر كل ما تضغط حرف الإكس، وكل ما تاخذ مفتاح يزيد العدد الموجود. أكيد بيزيد يعني وات بينقص مثلاً؟ يا أخي مين كتب أم السكريبت ها؟ الزبدة برمجت الأشواك هذه وخليتها تطلع وتنزل، بس خليني أوريك كيف سويتها. كل سبرايت او صورة في بيكو 8 لها رقم معين. سويت صورتين، واحدة والاشواك طالعة وواحدة والاشواك نازلة، وسويت دالتين، واحدة تنقل للسبرايت اللي بعده او الصورة وواحدة ترجع للسبرايت، فصارت تبدل بينهم وصار زي الانيميشن. وطبعا اذا دعست على الاشواك اصوات. صح نسيت اقول لك اني سويت اصوات كثير، سويت صوت لاخذ المفتاح وصوت للمشي وصوت اذا صقعت في اي جدار، وبعض الاصوات البسيطه الاخرى زي الفوز والموت والى اخره. ورسمت ال6 مراحل اللي عندنا وخليت الكاميرا تنتقل بينهم مرحله ورا مرحله، وطبعا كل مرحله كانت تاخذ 128 بكسل في 128 بكسل. وللان برمجه اللعبه والتعامل مع بيكو 8 كان جدا ممتع، واللي يخليه مختلف عن باقي الانجينات زي يونيتي وجودوت انه يميل الى الكودينج بشكل كبير. يعني غير عن المحركات انك تسحب وتحط الكوليجنز او الاشكال، لا لازم
تسويها بالكود بنفسك. لكن شيء حلو للي حاب يتحدى نفسه تحدي جديد. سويت انواع جديده للعقبات زي الاشواك الدائريه هذه واللي ما تقدر تمشي فيها والليزر الاحمر، وخليت لهم انيميشن بنفس الطريقه حق الاشواك اللي قبل، وكملت رسم المراحل ووزعت فيها العقبات، وحاولت اني اسوي اعداء تتحرك لكن صدقوني ما كان شيء سهل، فقررت اني اسويها في لعبه قادمه ان شاء الله، وخليت حجم المشروع صغير حاليا. وفي النهايه سويت الصندوق اللي في نهايه اللعبه وسويت شاشه الفوز مع الموسيقى البسيطه اللي تطلع لك. وكذا يكون عندنا لعبة كاملة، بس بقي شيء واحد نسيناه واللي هو الاكسبورت، او اني اخلي اللعبة تصير تطبيق عشان انت تلعبها عزيزي المشاهد. وبكل بساطة كتبت export.bin وفي ثواني سوالي اكسبورت للويندوز والماك واللينكس بكل سهولة، وبرضو كتبت export.html وهذا خلاني اسوي نسخة للويب واللي تقدر تلعبها على المتصفح وبجوالك. وبعدها رحت للفوتوشوب وسويت شعار اللعبة وزبطت الصفحة حقها على HIO، وكذا بتكون اللعبة جاهزة. وللمعلومية ترى اللعبة تلعب بالجوال. طيب يا اخوان زي ما شايفين هذه اللعبة موجودة للجوال، طبعا تقدر تلعبها للجوال. اول شيء تدخل على الصفحة حتلاقي رابطها تحت في الوصف، وبعدين تقدر تلاقي هذا الزر اللي هو رن جيم زي ما انتم شايفين. اول ما تضغط عليه اللعبة حتشتغل على الجوال زي ما انتم شايفين. طلع لكم هنا الانالوج او اليد يعني، وهنا الاكس والاو، وهنا حق زر الاعدادات، فتقدر تضغط اكس زي ما انتم شايفين. هذه اللعبة تقدر تتحكم بالازرار، تروح يمين يسار، طبعا كل شيء شغال. تقدر تروح الاعدادات هنا وتعدل الصوت زي ما انتم شايفين، مستوى الصوت، تعدل الموسيقى، وبس تقدر كذا انك تلعب اللعبة على الجوال. وهذه الطريقة كيف تلعبها على الجوال، والحين بوريكم الطريقة كيف تلعبها او تحملها على البي سي. طيب يا اخوان هذه الصفحة على البي سي او على اللابتوب حقك زي ما انتم شايفين، تقدر طبعا انك تحملها او انك تلعبها على نفس المتصفح. انك تلعبها على المتصفح طبيعي كانك تلعب اي لعبة ثانية، نفس التحكم نفس كل شيء. اما اذا تحملها تقدر تضغط على داونلود ناو، وتقدر من هنا تدعمني اذا حاب تدعم المشروع عن طريق الباي بال، او انك تضغط نو ثانكس جست تيك مي تو ذا داونلودز، وهنا بيوديك على صفحه التحميل. طبعا اللعبه مجانيه لا احد يخاف، فتقدر انك تحملها سواء ويندوز او لينكس او ماك، ومن هنا عندك حيكون الارشادات حق التحميل كيف انك تحملها وتفكها والى اخره. وطبعا تحميلها جدا بسيط، حتنزل اللعبه، حتفك الضغط عن الملف وحتشغل اللعبه. وشيك على الالعاب الثانيه اللي سويتها من قبل وجربها واستمتع فيها، حتلاقوا رابط كل هذه الالعاب تحت في الوصف. بيكو 8 محرك رهيب وتجربتي فيه كانت جدا ممتعة، وصراحة ودي الآن إني أروح وأسوي لعبة أحسن فيه لأني مرة مستمتع وأنا أشتغل عليه. لكن بالنسبة للأشخاص اللي باقي ما دخلوا عالم تطوير الألعاب، ما أظن إنها بتكون فكرة كويسة إنه يكون أول محرك لهم، بسبب إنه في مشاكل كثير حليتها عشان خبرتي في هذا المجال من قبل، فممكن الشخص اللي توه بادئ في تطوير الألعاب يعلق فيها. وأيضا الشروحات الموجودة قليلة جدا ومعدودة، مو زي المحركات المشهورة الثانية، فبتكون عقبة كبيرة للأشخاص اللي توهم بادين في صناعة الألعاب. وصراحة أكثر اثنين فادوني هم قناة ليزي ديف وقناة ديلين بينيت، بترك لكم روابطهم تحت في الوصف اذا حابين تجربوا الانجن بنفسكم. وبس اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع، رابط اللعبه بيكون اول رابط تحت في الوصف، جربوها واعطوني رايكم، واتمنى تكتبوا لي رايكم في المقطع تحت في الكومنتات، وتكتبوا لي بعض الافكار للمقاطع القادمه لاني صراحه بدأت اطفر في الافكار ولازم انزل لكم. وخلاص قربنا لل100 الف مشترك ولله الحمد، وبيكون في بث هنا على قناتي في اليوتيوب وقت ما ندخلها ان شاء الله، فاتمنى انك تفعل جرس التنبيهات عشان اول ما افك البث يجيك اشعار. ولا تنسوا تدعوا لي في الايام الفضيله هذه، حط لايك واشترك في القناه، وصلوا على نبينا محمد، ومع السلامة.